Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hindek ahlaki tent islamatiye de takyim avan ahlaka nahete kirin illa pişti insan hürik bere hübdete eve çi cüri ahlakiye. یکی شما اخلاقا ابتکو اسلامتی امری ما پکری و ام براب بین ات رمضان اداجی و ده غیر رمضان اداجی بجنه العفو عند المقدره شا بورین انسانی پشتی تتشیه اما العفو عند عدم المقدره لا قیمت له تو یکی عفو که تو نشیه تو نشی او تب قوتره به جماره تو خودی تو عفو بی او هیچ قیمت نی او عفو اسلامتی وزنی ناده تویلی بورینه اسلامتی او هر حسب ناکت اخلاق اسلامتی به حسب ناکت که تو انسان اکی اف صفت یعنی عفوی الدفتی هی و تو پیرا بی ابدا اسلامتی به قبول ناکت اسلامتی دائما اوان کارا، اوان عملا، اوان اخلاقا قبیل کت اویتاکو ذا مغزا معنا به هی چنکه عفو لبورین انسان که المروب که رخو دور دخول کمالگهی تو لبوری و تو نشه چلیب که ده بیجه مارا متعفو کرین و دلیل سر ضعفاوی، سر لوازیاوی، سر بی قوتیاوی، سر بی هزیاوی، سر چنیاوی في وقتي اف عفوها اسلامتي لا يقيم له وزنا ف الا تو شي هواله خو وبكبيت البن دربات والبن سيطرات والبن شانات وتو شي خيني لي بردي وتو شي انتقام طول لي بكاي والويشانه تو بيجي هلو متعازا كيري اس ودر بنادان متا بجنوان اخلاق انبياء بجنوان او عواملت آواهی کمالگه و مجتمع ها او یعنی ضروریه انسان به طبعا بزانید اما عفو کرن تو نشیه چه قیمت نیه کده مثال بما امثله طبعا ببینه و عفو عند المقدره عامل بناء مجتمعیه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقت إنسانك تو أزد كيو تو عفوت كيو تو لدبوري السرسهواوي غلطياوي تجاوزاوي بعقلياوي نظانينياوي تويدا مي تبيع عامل آباكرنا كمالجهي تبيع نواتك قلبينك آباكرنا مجتمعي دا عند آبش تعبو چنکه او مروف وکو تعفو کری تو لبوری وی وقتی او مروف وی عفوه ده توبه که ده بیتا خوش مروف ده نزیگیتا بی ده بیتا محبتا ده بیتا پشتبانتا ده چاویتوی شور بن ده تخاره وی وقتی ده بیتا قوت بوتا بغدو نفیان طبعا نامینید دلیل مثلا یلا جارو صحبت ما یکیری اگر ام بحث کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم أبا طبيعي أوا يكو أخلاق نشامة داي وأوا يخده قتية وإنك لعلى خلق عظيم أوا خلقي وي قرآن أخلاقي وي قرآن پیغمبر صحابيتي أو بن قني القرآن الناطق پیغمبري غصة خلق پروردت كركو بيتا قرآن خلق بيتا قرآن پیغمبري قرآن طبع کر نه سر ورقا، نه سر پرا، نه سر کاغذ، سر دلا. وقتی پیغمبر دنیای در کفتی 114,000 قرآن هیلان المطبوع علی القلوب یعنی صحابی. اف صحابی توی همو کانو قرآن ناطقا. اخلاقی وان و ریو چون وان و احکامت وان. اکه تتید با تبر خود با قرآن و ریو چویی، یان قرآن حکمیت کرد یان قرآن تاغوید برای خوب ده تاک کشوان دا قرآن ببینی قرآن آخفتن کرد و قرآن مترجم یعنی حرکات و رابین و تصرفات و اخلاق بی انسانی دا بنده امام علی گوتی
قلت السؤال أخو بكن، أنا القرآن الناطق، أزم قرآن آخفتي بو، چنكي أوان حلال قرآن وحرام قرآن وعقيدة قرآن وأخلاق قرآن نشا عالم دا يعني بسلوك خوب، تصرفات خوب، أعمال خوب، أخلاق خوب. فجد قلني القرآن الناطق. فبيغمبر عليه الصلاة والسلام أستاذي يعني بان يعني في مدرسة في جامعة جامعة أخلاق، إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. هل ملتك وكو أخلاق ونما، أخلاق إسلام دفنما، أخلاق أنبياء دفنما، أخلاق عثمان دفنما. في وقت تازي دانا في وقت نبيجب كتشار تكبيراتا سروي مجتمعي في إنسان خلاص يدي أو نما بلا حركة هبيت أو بخوي خلاص يكوتايا إنشكي إنسان بأخلاق مروبا. إيكي هيد بيجني ملك اليمامة، ملك اليمامة أبجي يعني شخصك مروبك أكد بيجن حاكمك ملكة. نبوي ثمامة بن أثالة كشبت وي دجمنو نياري بصرمانا نبي التاريخ دا، حتى وي قلق بصرمانو الصحابي كمينة بدانا وتكشتن ملك بو، يعني الرئيس يمامي بو بشكلي. جارك أف مروفا أف ملكة أف مصنع رئيس اليمامة تيتا عمري عمروان يعني يا مشركة شاوت كبتا كمينكا بصرمانا، طبيعي معروفة جي أف شخصها چندي دموية چندي مجرمة چند دجمن إسلامية چند بحثي پیغمبري بخراب كد چند مخططة يعني بضد إسلامي بضد بصرمانا. خصا خود حس كر پداست بصرمانا ندگشتي إنسانا كي منيع بملك الجيخو تيتا عمره وكويتا كمينة بصرمانا دا ولد گرن بن نشا پیغمبری پیغمبر او برای خودت نیاسید گوت اوه ملک الیمامه یا اوه او دجمنه او نیاره او خینداره یه وکو طبیعی خیندار یاوی سنو نهی لانه بو اسلامه بجاوی گره دم مستینه و مزگفته حتی برای خود دینه مصیره وی چار نوسه وی یعنی که ده چلی که وقتی گره دا وی ویره با اوی زانی مسئله وی خلاص حسم بو إعدام أوي تشتكى ريب وشك تيدانية شكي خلقي كشتي بخوي خلقي كشتي ومواقفه تد معروفا وهمو طبعا دولته أخو اقتصاده أخو إخستيت خزمته محاربة إسلامي داد قال قريش وقال يعني وأكيوان طبعا في حالتي دا همو قوانين هصد خازن كافي إعدام كان خلاص مثلا راهاتا قريدان ويري پیغمبري أمريكا القوتي خارنكا باش بدني جاوه خوليك ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أبي أسيري أخسيري جاوه خوب داني نانك باج داني بجن جاوه خوليك البيغمبر هاد بري خود هاي نياسي قوتي يا فلان كز قوتي بلي قوتي تو چاوة خود بيني و تو چاوة يعني هزرت كي نهايتاته قوت والله يا محمد أس نسبت من يعني منطق جهود بيشته إن تقتل تقتل ذا دم أكتو أمر دايما إعدام كي وما بكوشي دي تمروفا كي كوشي خين إصطايوي يعني چنكي من خلقي كشتي أكت إن تقتل تقتل ذا دم يعني خين عالم إصطايوي من الوي وقت يجي كسلو ما تناكت وهذا طبعا قانون خود تعالى طبعا هذا تشتكي حقه وقت تويكي بكوشي توجي به يا كشتن ظلم تدانيا إن تقتل تقتل ذا دم أكلتو طلب كي تبارد بين تزاني اسم ملك اليمامة ما بارجي طبعا هنجي تبين أوجي دي حاضر بون دي هنا دام بوتا وأكلتو من بوريجي من عفو كي دي قنجياتا بيش جاب بتاني دي أوكم بجن سير رجا پیغمبر غصت گل تاقوه جاوبایش بس اوه بود
بس أوي شجع توقع نذكر پیغمبر عليه الصلاة والسلام في عظمته كو في إنساني دي ساراست كد إنا روجا سيه قوتي بردن بلا بچيد إنا أو إنسان تزين كك سر لشيوي دا شو خار قوتي بأخلاق كي بأخلاق پیغمبرانا أو مروف چو گهشت هندك آوه يعني وزا پنگك آوه سر خوششت چك إنسان وقت بسلمان بيد لازم غسله كرا كد و زفریف مزگفت پیغمبری گوتو بونه چوی اینا گوتو ازی هاتم دا بیجم اشهدو ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله بله خوب ده پیغمبری نه وعص لیکه پیغمبری نه بحث قیامت بوکر پیغمبری نه بحث جهنم بوکر مجرد اخلاق کشوان اخلاق عظیم اوه وکو قابلیا جذبا خلقی های انسانات کتا يعني بسلمان وكتا مروف اف اخلاق السلبي بكارينا مجرد عفو كير بس پیغمبري عليه الصلاة والسلام بلا خب دي عفو عند المقدرة تأثيراوه چند مزن السلبي او مقابلته اگر وقت او مروف طبعا دست پیغمبرينا و پیغمبري قد ما عفو كير بلا هاب چه تأثير نبو بس او ظاني اخسير بي هاتا گريدان حياته وي راوستيايا سر قدنا پیغمبری بجن شیرکی لیدن اعدام وي تشتاكي سهل بيد قلبه پیچه بینيه پیغمبر که قدرته عفو کر بره خوب ده انجامت وي عفوه چب دي فراهات فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا او رأسا شهدده بسلمان بي وف آخف نجي طبعا قلت يا محمد والله نبي مروفك مكروه تردف من الوجهته والله بيقو بي نينا وجهك الدنيا خوشوي سترنو بحببتر الوجه تلدف من والله دينك نبو الدنيا مكروه ترين دين دف من غير اسلام والله أبرو أبدينها بي شرين ترين دين دف من والله بلدك نبو مكروه ترين يعني داف من بلدته والله أفرو مدينة بخوشوي سترين بلد ولا أصحاب نبون لأصحاب تا مكروه تر أفرو بنا إنسانة خوشوي ستي من أز درابم چم ملكي يمامي ويري طبيعي درامتي قريشا بفريد كت ولا چو ويري عمره خوكر ساريك وإسلامي وتقال قريش اجي اخفت قلت له يا محليف تيك بس قلت له ولا هذا الزمان شو هو وقت قلت له قلت له والله دنكا جنمي بو ناه تبرخيم بو حتى محمد پیغمبر رسول الله رخصته ندت بل خب دي يعني مجرد عفوه بل هندي انجامت العفو عند المقدره وصيام صنا بشتينجي طبيعي يعني او زفري الناف قومي خو وملكه انا قلت قومي خوجي والله طبعا او انسان اسببهم والبن يعني ياكل بيجن حكم بيت لازم بسلمان بيت بري خب دي او مجتمع جهمو بسلمان بهذا سر ابا انجامت في خلقنا في اخلاقنا العفو عند المقدره بشتي تشي بشتي طبعا ستايوي كفتا بر كيراتا بشتي نجي تشي بانساني طبعا نهلي وتو انتقام ناوك شيك انسان عظيم روبي بر كفتي روبي مؤمن او فوق العاده انتقام ناوك شجا طول ناوك ابدا هيك شلون پیغمبر ها بر خب دل في موقفي طول لي ناوك ان كوي بر هنجي موقفي وي خراب بي وحتى دمائي ده بلي خده موقفك ديجي أبي وكو طبعا معالجة أو بحثي في موضوعك في خلقك العفو عند المقدرة أو إنسان تو إيشان دي أو مروفة تو إيشان دي أو دلية تهلا أو مالة تخاري أو بأدبي كري كذا وقت تو تشيه نا وقت تو نشي وقت تو نشي نعفوك وقت تو نشي نعفوك چك چه معنى بونينا بس وقت تو تشيه ستايويت كبيتا بر كركاتا ويش وقت تو يترفع بيشتهرم وتعفو كري هو عفيتو عمل بيبكا او عفو دنياي اوفات كات او عفو دجمنات كات هوالو دوست او عفو خلقي دير نزيك كات حتى دي مايكي پیغمبري عليه الصلاة والسلام هر ديسا ابا نشامدت اعمالت خودا سيرتا خودا بكريارت خودا سياستا خودا وقت فتح مكه كري فتح مكه وقت كري موني امتزانين سيرتا پیغمبري تاريخ هاوي 13 سالا نه ولا حتی ویگا ویجی یعنی که وان چپ سر پیغمبری و اصحاب تویتینا
يعني او نبي يتقل نكري انا شاين اما هر تشتكي وان شاين قال بيغمبري والصحابي توي طبعا كلين وقت خده تعالى عاصمة شركي اخست قال بندستوي وقت اولايك شركي طبعا هات كخاري وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام خود تعالى هاري كري وناجح كري وفتح مكه بو كري اتويدا ميدا او قرقيت بشري همي راوس فيان انتظار قرارت كان ابرو حربة حربة دائما بهنا خيني لتت فتح مكه ابرو بوقتي كس رفق ونرمي بكارنايند اوان انسانا انتظار كر طبعا او بجهنا جزائي خو بس او تيند جهشتن عظمتا نبوت اخلاق پیغمبر اخلاق اتباعتون چندی برزا پیغمبری رأسا امر دا گوتي هرنا مالا خو ومن تل سر و نبيل بلا خوب دت لحظة دا او انسان بوي عفوه سلاح خو هل جرترهان دا پیغمبری گوتي دا كاتا كير دا دا بشن شريف كن بلا خوب دت 2000 انسان بين الطلقاء فورا هاتن التحاق پیغمبری کری پیغمبری رأسا قال خبرن چون معركة حنين او 2000 بذي عفوه رأسا بصرمان بين اكاو انتقام لیکر با احتمال همیا دا کجیتو اتباعو کسدد بی یعنی نتا دادب ها ابای تأثیراوه او تشتی اخلاق اسلام مد بیجید معناه ثماری دیبه معناه فقیه که دیبه انسان لازم بکر واخر دعوان الحمد لله رب العالمين.